إلى أي مدى هنادي طلعت عينك هاني مهنا؟ هي على طول بتطلع عيني. لا يعني هاني هاني ما بنقولش كده. بتشوفيه هاني؟ اه طبعا. اه انتيمي. شفتي الايام اللي احنا مفيش بابا لا في بابا كده رسميا ساعات مثلا لما قدام الناس يعني لا لما برد على التليفون عشان مسميه بابا على التليفون بتقرا اه بالظبط اه بس في البيت لا هاني لا معلش يعني مطلعه عينك على طول على طول هاني بقى الله ماشي ده طبيعي اسمه بابا يا بنت ما هو بابي والله ما انا عارفه بس هاني عشان صاحبي يعني هو بجد هو صاحبي فعلا صاحبك اه يعني مش بحس ان هو بابايا وان انا بنته وكده يعني بحس ان هو صاحبي غير عليا اكتر من مامتي اه اقسم لا بالله لا هو ممنوع حد يجي جنب العظيم اقسم بالله مامي آه. مامي عندها ما شاء الله برود انا ما اعرفش بجد في الحته دي مش بتغير مامي وبعدين مثلا هتشوف الحلقه مش هتبقى طايقه نفسها مش بتغير ازاي يعني بالعكس. لا لا برضه يعني اه بتغير يعني بس مش زيي يعني انا مثلا ممكن واحده تروح تتكلم معايا مثلا فمامي مش يعني بيس مامي واثقه بقى مستحيل بالظبط اه أو بتقول لي ايه المشكله خليه يعمل هو عايزه انا بقى نو واي ما فيش حد يبص له بصه مش عاجباني مره مثلا واحنا ماشيين رايحين سينما ولا اي خروجه آه. فتيجي حد واحده تصور معايا فانا عادي جدا بس ندك بس لا لا ما فيش تروح منزلها ايدي شد ايدي قدام عادي جدا آه. لا كان في اوحش ثانيه كان بيعمل عمري ما هنسى انترفيو وكان كنبة طويلة جدا حلو فالست معرفش مالها حبيبتي كانت سايبة كنبة كلها ولازقة فيه قوي معرفش ليه مش عارف فيه فلو حياتك يعني ممكن كنت صغيرة كان 12 سنة مثلا حاجة فروحت عاملة ايه بقى روحت قاعدة على حجره عشان اقسم بالله وفي نص الانترفيو الكاميرا شغاله دي ماما اللي بعتاها يا هاني والله ابدا والله ابدا دول معصبين الادوار هي قاعده تقول لي ازاي تعملي كده وبتاع قاعده تقول لي ما ينفعش وده انترفيو وبتاع يعني ايه انترفيو على فكره عندها كنبه بمترين لازم تلزق فيه يعني ما كانتش سايبه سنتي والله العظيم ما اعرفش مالها طيب دلوقتي هنادي عرفت انها درست في اسبانيا ايوه اه ساوند انجينير اه سافرتي طول الوقت ولا كنت رايحه كنت برجع وبروح بس هي كانت اول طلعه دي كانت قويه جدا صراحة البيت بقى وحش قوي يعني أوه. عارفة والله آه. أصلا مش بيقول الكلام ده خالص مش بيقول لا ده والله يوم والله مش بيقول الحاجات يعني دي طب قولي ده احنا نيجي هنا كل أسبوع بقى قولي افتقدت إيه لما هي سافرت الفلفل والملح والشطة والحاجات دي مفيش خالص مفيش خناقات بتاكلي أكل مسلوق بتاع مستشفى يا الله خلاص أي حاجة ملهاش طعم بصراحة يعني لا أنا هجيلكوا كتير